وفاة عبد الله ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي في مدينة العلمين الجديدة النهارده، خبر بيتصدر كل مواقع السوشيال ميديا. للأسف الشديد خبر محزن جدا، إنه يعني لما تشوف حد لا قدر الله من أعز أبنائك أو يعني من أعز أقاربك يموت قصاد عينيك، فبتبقى حاجة صعبة جدا. طبعا الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي عندهم 4 أبناء، عمر وعبد الله ومحمود ونريمان، اللي توفى فيهم هو عبد الله، وتوفى نتيجة انه كان يعني بيصيف احدى قرى الساحل الشمالي، ويعني غرق، حصل له حالة غرق كده، فانتقل الى رحمة الله تعالى وتم نقله الى مستشفى العلمين الجديدة، وهو حاليا موجود هناك علشان يغسلوا الجثمان ويخلصوا اجراءات الدفن والاجراءات المتعلقة بحالة الوفاة ويشوفوا السبب الحقيقي للوفاة ايه. طبعا دلوقتي الفنانة نهال عنبر بما انها عضو في نقابة الفنانين اخذت بعضها وطلعت على المستشفى في مدينة العلمين الجديدة علشان يعني تعزي الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، وكمان بما انها عضو في نقابة المهن الفنية تقدر يعني تباشر التحقيقات وتشوف ايه اللي حصل وايه سبب الوفاة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الموقف صعب جدا على الفنان القدير حسن يوسف والفنانة المحترمة المعتزلة شمس البارودي. كل اللي انا طالبه من حضراتكم ان انتوا تدعوا له بالرحمة، وان ربنا يغفر له ذنوبه، وان ربنا يصبر والدته ويصبر والده على المصاب الصعب والمصاب الجلل جدا اللي ربنا ما يكتبه على اي حد. اما بخصوص الناس اللي هتطلع بقى وتتكلم عن ان والده كان بيعمل مشاهد بوس ومشاهد اغراء، والدته مش عارف عملت مشاهد ايه، فحابب اقول لحضرتك ان والدته تبرأت تماما من كل المشاهد دي ومن اي حاجة ليها علاقة بالفن، وما بقتش تعمل اي مشاهد تماما، ويعني ربنا يتقبل توبتها ويغفر لها ذنوبها هي كمان. واتمنى من حضراتكم مرة اخيرة ان انتوا تدعوا لعبد الله حسن يوسف ان ربنا يغفر له ذنوبه، وان ربنا يصبر كل اهله وكل محبيه على المصاب الصعب ده، وربنا ما يكتبه على اي حد. وعموما دي كانت كل التفاصيل اللي موجودة في الخبر، واي تفاصيل جديدة بخصوص حالة الوفاة، هل هو مثلا الموضوع بفعل فاعل ولا الموضوع قضاء وقدر، اي جديد بعد تحقيقات النيابة العامة هنطلع ونوضح لحضراتكم. ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا اول باول. شكرا ليكم، سلام.